نطلب من الله عز وجل ومجيب الدعوات أن ينصر إخواننا الفلسطينيين على أعداء الوطن وأعداء الدين. ونتمنى ونطلب من الله عز وجل الله يثبت خطاهم ويسد ضربهم، ورب إن شاء الله ينصرهم على أعدائهم. الشعب الفلسطيني سينتصر إن آجل أم عاجل. قد فعلوا ما فعلوه في الاستعمار، قد هزموا إسرائيل وهزموا أمريكا وكشفوا العرب، كشفوا العرب وتخاذلهم وخيانتهم. لقد هزمت إسرائيل، إسرائيل التي يخوف بها زعماء العرب شعوبهم، قد هزمها فيلق من الفلسطينيين، وهزم أمريكا من وراها، وكشف المتخاذلين الخائنين اللي خانوا الأمة الإسلامية وخانوا الشعب الفلسطيني. لكن الشعب الفلسطيني هو تحرر، ولو لم يطرد إسرائيل من بلده لكن يسمى تحرر. الشهيد منهم مات حر، واللي يعيش منهم يعيش حر مرفوع الرأس، والنصر آتي لا محالة.